لقاء فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو مع نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند التي من المفترض أن يلتقي به في الأشهر المنصرمة، يرجع هذا التأخير إلى ترتيبات البلد المضيفة والذي استقبله استقبالا حارا وبحفاوة فائقة يؤكد مدى متانة العلاقات بين الجانبين. حوالي أكثر من ساعة بقصر الإليزيه تمت مناقشة قضية الأمن في القارة الإفريقية ومسألة تطوير العلاقات بين البلدين، لأن تشاد وفرنسا لهما علاقات أزلية قديمة. في هذا اللقاء المطول الذي دار بين الزعيمين سمح لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو التحدث عن جميع المشاكل التي تعيق المسيرة التنموية في البلاد، طالبا في هذا اللقاء الدعم والمساعدة ومزيد من التقدم والتنمية والرفاهية للشعب الشادي. كما تباحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين أنجمين وباريس، وتم التحدث أيضا عن أزمة مالي والكونغو الديمقراطية. من المؤكد عبر هذا اللقاء الذي تم بين الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ورئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إيجاد الحلول المناسبة لكل هذه الأزمات. وعقب خروجه من اللقاء هناك العديد من الأسئلة طرحت من قبل الصحفيين لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، منها أزمة مالي، حيث رد فخامته إن الأزمة في مالي تخص تشاد وباقي الدول الإفريقية، وعلى مالي أن تحدد ما هو المطلوب. إن تشاد سوف تتضامن مع الشعب المالي حتى أن يعم الاستقرار الشمال مالي. وفي سؤال عن إرسال قوات شادية إلى مالي، أجاب رئيس الجمهورية إن المسألة لم تتعلق بإرسال قوات شادية أم لا، الأهم إن دولة مالي أن تجد الحرية الكاملة، حيث أضاف فخامته إن منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ودولة تشاد يطالبون الحل السلمي بدلا من العنف. وفي سؤال عن جمهورية الكونغو الديمقراطية، أجاب رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إن دولة الكونغو من عام 1994 نجد فيها نفس الأشخاص لخلق المشاكل والفتن. في هذه الحالة نحن نسعى لإيجاد حلولا مناسبة. وفي سؤال عن ترك قضية أرش دي زيوي، أجاب رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بأنه لم يعطي أي تعليمات بترك منظمة أرش دي زيوي المتعلقة باختطاف الأطفال الشاديين. هناك اتفاقية بين فرنسا وتشاد فيما يخص العدالة. تحت شعار القروض الصغيرة أداة لمحاربة الفقر والسلام الاجتماعي، افتتحت فعاليات الأيام المفتوحة حول التمويل الأصغر للمرة الأولى من وزارة القروض الصغيرة لصالح تطوير المرأة والشباب، وذلك بهدف تحقيق وتطبيق سياسة الحكومة الرامية إلى تطوير هذا الجانب الحيوي. اليوم جيران بيتي رئيس اللجنة التنظيمية في كلمته الترهيبية رحب بالحضور، خاصة ترأس رئيس الوزراء إيمانويل نادينغار، والتي تؤكد النية المخلصة من أجل الإسهام في هذه البادرة التي تدخل ضمن أهم استراتيجيات الحكومة الرامية إلى تحسين الوضع الاجتماعي عبر القروض الصغيرة. وزيرة القروض الصغيرة لصالح تطوير المرأة والشباب لاوكورا مالوم في خطابها أوضحت بأن هذه الخطوة الإيجابية تسمح للمواطنين على هامش التمويل التقليدي في الحصول على تمويل كافي للمشاريع من خلال التمويل الأصغر من الناحية الاجتماعية، على استقلالية الأنصر النسائي للطبقات الضعيفة والعاجزة. لذا فإن الحكومة ترمي إلى خلق سياسة مشجعة للتمويل الأصغر من خلال هذه الأيام المفتوحة. رئيس الوزراء إيمانويل نادينغار في كلمته الافتتاحية قال إن الأيام المفتوحة تذكر بشيئين مهمين، موضوع التنمية وعملية منح القروض الصغيرة بهدف القضاء على الفقر، وأن البلاد في المرتبة الثانية نشاطا في توزيع القروض من بين دول إفريقيا النقدية والمركزية، مضيفا بأن هذه البادرة تسمح بشكل فاعل وتحقق سياسة الحكومة الرامية إلى وضع حد لمحاربة الفقر بكافة ربوع البلاد. هذا وفي النهاية قام رئيس الوزراء وبعض من أعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي بزيارة المعرض الذي أعد بمناسبة الأيام المفتوحة. Ces journées portes ouvertes revêtent une signification particulière en raison d'une part de l'importance et de l'actualité du thème qu'elles développent. إن هذا اليوم المفتوح يذكر بشيئين أساسيين، أهمية الموضوع الحالي للتنمية وكذلك القروض الصغيرة،
وأن تشاد تأتي في المرتبة الثانية ضمن دول المجموعة سيماك من حيث التعامل بالقروض الصغيرة. وعلى حسب الإحصائية الأخيرة تبرهن مستوى فن التفاوض في القروض المالية الخاصة بتسيير المؤسسات عبر القروض الصغيرة، والتي تحدد ما يقارب 6.5 مليار من الفرنكات الإفريقية لأجل تجميعها في 7 مليار، عبارة عن قرض يستفيد منها 145 مواطن. وأن التطورات في نظم القروض الصغيرة والمالية التشادية تعتبر مبادرة جديدة في ميزانية البلاد، وعليه يتطلب وضع آلية قضائية التي بدأ عملها في العام 2002، ومن الآن فصاعدا تحدد نشاطها بالقانون رقم 01 للعام 2002 وفقا لشروط وضوابط العمل للقروض الصغيرة في دول السيماك. وأن الأقسام المالية موزعة في 186 مؤسسة للقروض الصغيرة، موزعة في 8 بنوك تجارية مختلفة منتشرة في 7 من مدن البلاد الكبرى. وأن بقية الأقسام التابعة للمؤسسات الغير مباشرة تندرج في إطار تجنب ازدواجية العمل حتى لا تقع في الأسوأ. De travailler en parfaite synergie de manière à éviter les doublons, principale cause de mauvaise allocation des ressources. إن اعتماد مشروع القانون رقم 014 والقانون رقم 18 للتاسع من يوليو 2012 من قبل نواب الجمعية الوطنية الثلاثاء الرابع من ديسمبر 2012 سيخول أحدهما رئيس الجمهورية بالمصادقة على اتفاقيات القروض المتعلقة بتمويل جزء من مشروع بناء المجمع الصناعي واستغلال مستخلصات جرمايا، بالإضافة إلى مشروع التنمية المستدامة في العديد من القرى بإقليم السلامات، بحسب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة التشادية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا. الاعتماد جاء عقب عرض محتويات المشاريع من قبل رئيسة اللجنة للتنمية الريفية والبيئية ورئيس اللجنة البرلمانية الاقتصادية والتخطيط. استمع النواب إلى شروحات مفصلة من أعضاء الحكومة، منهم وزير المياه الحضرية والريفية محمد علي عبد الله نصر ووزير الثروة الحيوانية مختار موسى. إن تنفيذ هذه المشاريع سيسهم مساهمة كبيرة في زيادة الإنتاج الزراعي والرعوي، بالإضافة إلى تقليل الفقر في 79 قرية. كما أضاف الوزيران بأن تنمية الصناعة الغذائية المرتكزة على تحويل الصمغ العربي يؤكد رغبة سلطات البلاد العليا في تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين. تماشيا مع ظروف العمل الراهنة تأتي هذه الورشة لتجديد الاتفاق الجماعي لمتعاقدي عمال الخدمة العامة، لأن الاتفاق الذي يعمل به الآن يعود لعامي 1958 و1971، والعمل به لا يلبي مقومات وأساسيات العمل حسب ما أشار إليه الأمين العام لوزارة الوظيفة العامة والعمل توينات ديباي. كما تصف هذه الورشة النية المخلصة للحكومة التشادية لتلبية متطلبات العاملين ومحاولة التأقلم في إطار لإدارة المتعاقدين في القطاع العام. مديرة العمل بالوزارة سانوديجيبي نان ريبيكا أوضحت بأن الحكومة عبر وزارة الوظيفة العامة أنشأت لجنة فنية مشتركة مكلفة بتجديد الاتفاقيات القديمة لمتعاقدي الخدمة العامة، وذلك بتاريخ 9 فبراير الماضي. كما أفصحت بأن الورشة تهدف لإيجاد مرجعية لإدارة فاعلة لمتعاقدي الخدمة العامة. وزير الوظيفة العامة والعمل محمد أبالي صلاح المحى إلى أن البحث عن آليات تسيير وتنظيم للإدارة العامة غدا موضع اهتمام السلطات العليا بالبلاد، وذلك من أجل تحقيق النهضة المنشودة. ورشة ده ورشة أنا يحجي كونفنسيون أنا 1958 مع 1971، كما تعرفوا الكونفنسيون دول الكونفنسيون قديم، والسياسة أنا حكومة من هدفنا رينيسانس، واجب الحكومة يشيف كل قانون هنا حكومة ولا تكس هنا حكومة عشان يكونوا تكس دول لما حياة يكون سوا، ما نكون اليوم نحن قاعدين في ممانة رينيسانس وكل شيء جداد ونحضم في التكس بدم، عشان ده تكس دول لكل حكومة يشيفها عشان يسي يشوف يلوم يشوف تكس واي تكس يرحبندر ل
حقائق أنا هسه. ونشير إلى أنه يشارك في الورشة حوالي 50 مشاركا من قطاعات وإدارات مختلفة، وتستمر فعاليات الورشة حتى 7 من الشهر الجاري. في إطار تقوية علاقة التعاون بين الدول النامية وخصوصا تشاد، والتي كانت من إفرازات مؤتمر 18، انتهز الفرصة مسؤولي الصين الشعبية لحزب الحاكم وقالوا أنهم سوف يقووا جميع علاقة التعاون بين الدول الإفريقية. وعليه جاء توقيع الاتفاقية في إطار تسليم شيك من قبل السفير الصيني لدى البلاد سعادة هوزنجيان إلى وزيرة العمل الاجتماعي والأسرة فاطمة إيسا رمضان. هذا الشيك تقدر قيمته الإجمالية ب 150 مليون من الفرنكات الإفريقية، بهدف في تقديم مساعدات إنسانية للمتضررين من فيضانات هذا العام. السفير الصيني لدى البلاد قال في خطابه أن تسليم هذا الشيك لم يكن للمرة الأولى لمساعدة المتضررين، بل يعتبر المرة الثانية. أما من جانب وزيرة العمل الاجتماعي فاطمة إيسا رمضان، فقد أشادت بأن العلاقات الثنائية بين البلدين أسفرت عن الكثير من المبادرات الإنسانية، خاصة حتول الأمطار الغزيرة التي تسببت خسائر مادية جسيمة. وهذه المساعدات المقدمة من دولة الصديقة الصين الشعبية لصالح المتضررين جاءت في الوقت المناسب، والتي تقف دوما إلى جانب البلاد.